وهذه النقطه ان الانسان في اي موقع كان وايا كان يحمل في داخله قدرات هائله ضخمه للسمو والارتفاع وفيك انطوى العالم أكبر هذا العبد المتخلف الجاهل المنحط من الناحية الأخلاقية والدينية والاجتماعية هذا في داخل قدرات هائلة تمكنه ان يرتفع من اسفل سافلين الى اعلى عليين ولكن بشرط واحد وهذا الشرط ان يجد المربي احنا ايضا كثير من الاحيان واحد ييأس من نفسه يشوف انا والاولياء و كثير ما واحد يبتلى بحاله القنوط حاله الاحباط بالذات اذا كان عاش في بيئه غير ملائمه اكثر الافراد ما عندهم طموح ان يكونوا اولياء لله سبحانه ان يصلوا الى مستوى الاولياء احنا وإن؟ اولئك و أولياء الله لا أقصد المعصومين صلوات الله عليه والأنبياء والأئمة هؤلاء لهم مقام كلامي في غيرهم من الأولياء ولكن لا عبد مثل مئات الألوف من العبيد ولكن هذا العبد وجد مربياً من هو المربي أبو ذر؟ أبو ذر أيضا هو من قبيلة قاطع للطريق، ولكن أبو ذر وجد المربي هذا الذي ينتمي إلى قبيلة قاطع للطريق كما يقوله في أعيان الشيعة، وإذا به يتحول إلى أبو ذر جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أروح. أشوف هذا المدعي للنبوة، إن كان كاذباً ضربت عنقه، هذا أبو ذر وجد المربي، وإذا به يتحول إلى ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبيه هذا العبد وجد مربي مثل ابو ذر، وإذا بهذا العبد، العبد اللي يعيش في بيت ابو ذر، وإذا به يرتفع ويرتفع ويرتفع ويتحول إلى شخص يأتي الملايين من العلماء والفقهاء والابرار والصالحين والاولياء والمؤمنين ويقولون له بابي انت وامي. جون في كربلاء احد العبيد الذين قتلوا في كربلاء جون مولى ابي ذر عبد ابو دار.